شفت شي كلينيك يشد المريض يستخلو مع الثلاثة ويدير ليه العملية مع الربعة بدون ما عرفت. ومن اللي بغى يمشي تا دخل قال لي قال بغيت تندوز للصالي بعدا زاد تا يضحكوا معاه في المقاس باكي وقعي لا هان باك قال لك غالبا انت تسعى واحد لا اله الا الله لا اله الا الله قتلوا لنا هاد الناس العظيم اللي شمتونا شمتونا الله العظيم الله ياخذ فيهم الحق والله الا شمتونا ولا ماشي هدوا هادو نسابنا ما خسروا حتى شي حاجه في الاب ديالهم دخل ولدو هذا من الصباليون ولا خرج البارح على اساس انهم غادي يديروا العمليه للاب ديالهم. الاب ديالهم فعلا عنده واحد الكيس كان جايين من بني ملال على اساس ان غيديرها في بني ملال. بني ملال ما لقاوش ليه البلاصه قالوا لي ما غتسناو واحد يومين ولا ثلاث ايام من ذاك الاسبوع قالوا لهم من هنا للاربعاء نردوا عليكم على اساس الاربعاء ديال البارح اللي هي 24 مارس عيطوا لهم من الكلينيك ديال كان في كلينيك تما ديال بني ملال قالوا لي ما ودي راه ما كايناش البلاصه الا بغيتو مازال تزيدوا تصبروا صبروا ما كنتوش غتصبروا غنكتبوا لكم واحد اون لاتر اورجونت تديو لكازا ولا عندكم مراكش. هما بمراكش ما كيعرفوا حتى واحد الحكم كاينين نسابهم هنا في الدار البيضاء قالوا غنجيو قلنا غنجيو راه كاينين الاطباء غنشوفوا الناس. جاو عندنا البارح مع 8 ديال الليل الصباح مع 7 مشاو لموريزكو موريزكو دخلوا السكانيرات ديالهم التحاليل ديال الكلاوي التحاليل ديال القلب السيد ما عنده حتى شي حاجه تعشى معانا بخير عنده داك الكيس نفخ ليه شويه الكرش ديالو حتى الطبيب اللي لهيه اللي متبع ليه الحاله ديالو قال لي ودي راه العمليه ديالك ساهله ما كاينش مشكل. حنا كنا غيقولوا لنا السيد فات فيه الحال وخطوره يخليوه في دارهم. مشينا لموريزكو من 7 الصباح دخلونا المستعجلات المستعجلات قيدوا سجلوا داروا الاجراءات اللازمه ديالهم صيفطوهم للجناح 28 جناح 28 على اساس انه غادي ينعس. مني كنكتشفوا من بعد ان داك الجناح 28 غير ديال الكونسلطاسيون يعني غادي غير يفحصوه الاطباء عادي يشخصوا الحاله ديالو عاد يشوفوا واش غينعس ولا لا. مني صيفطوهم للجناح 28 مشاو للجناح 28 قالوا ليهم لا هنا خصكم بالرونديفو الاطباء كيدخلوا بالرونديفو سيروا شدوا الرونديفو فين غتشد الرونديفو خرجوا برا موريزكو وسيروا السيبر وشدوا الرونديفو. فعلا داروا داك الاجراءات وتصور السيد مريض من 7 الصباح وهما كيجروا به خلوه في الطوموبيل ومشاو شدوا الرونديفو وكيتسناو غيصيفطوا ليهم اس ام اس في التليفون على اساس امتى غادي يشخصوا ليه الحاله ديالو الطبيب. لحد الان شوف حنا دابا 10 ديال الليل ما جانا حتى شي ميساج كنتصل بهم كنسول قلت لهم شوفوا راه كتعرفوا الاجراءات والطب وكتعرفوا الصحه كي داير عندنا كقطاع مكرفس مكرفس مازال خص الاصلاح ديال الصحه مكرفس وكتعرف انا خص الرشوه خص المحسوبيه خص المعارف خص الكود بيستون باش تدخل داك السيد. اذا ما غيمكنش يدير قال لك حنا ما غنخسروا وما نكبروا في بانا حتى شي حاجه غنمشيو للكلينيك نقلبوا. كتعرف السماصريه سير هنا سير هنا عتونا لهاد كلينيك الامراء حنا ما تنعرفوش هاد كلينيك الامراء ما تنعرفوش حنا هنا عتونا كنقول لهم كنتصل بهم انا خدامه كنقول لهم كيقول لك ديتو لكلينيك الامراء علاش ما عرفناش صيفطنا شي واحد تما دوك المحسوبيه ودوك الزبناء ديالهم دخلوه مع الثلاثه السيد من 7 فايق جاي مع الثلاثه دخلوه داروا ليه شي جوج تحليلات راه جاو البوليس قبيله راه جيتي دابا لقيتي الشرطه يلا مشات غادي يرسلوا الناس ديال الدائره وغينسلوا لنا الطبيب الشرعي باش نشوفوا هاد السيد كيفاش توفى. انا ملي كيقولوا لي راه دخلوه للبلوك يدير عمليه تصدمت ما عمرني شفت انا شي واحد تفاهموا معاه مع شحال من مليون خداو في البلاصه تفاهموا على الملايين قال لك غيدير العمليه اليوم ولا غدا في الصباح وبليطار السيد خصو يرتاح خصها تستقر الحاله ديالو خصو يدير له ان بيلون يعرفوا الطونسيو دقه القلب واش السيد او من 7 ما واكل ما والو قال لي لا ما خصوش ياكل حتى غيدير العمليه وحنا ما خديناش رونديفو ديال العمليه خديتو الفلوس مع الثلاثه قالوا غنمشيو نتوضاو ونصليو الدور ونرجعوا رجعوا خلينا معاه الزوجه ديالو مسكينه ما عارفه والو جايين بلي ملان ما كتعرف حتى واحد هنا واش حقروا هاد الناس حقروا الناس دراوش ولا شنو كاين الله وكاين القانون حنا غنحاولوا نشوهم وناخذوا حقنا نشوف واش كاين خطا طبي ولا ما كاينش خطا طبي هنايا. ملي كنرجعوا مع الربعه كنتصلوا بالسيده قال لك هبطوا للبلوك ما سينينا على ورقه ما قالوا لنا الحاله الطبيب كيف فرحان كيقول لك راه حنا غادي راه ساهله العمليه ما تخافوا من حتى شي حاجه طمنا مزيان او كنعيطوا مع 8 ديال العشيه كنقولوا لهم واش خرج من البلوك لا مازال 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 تي كيطلعوا كيقولنا البركه في راسكم اواه دخلتوا السيد مع ثلاثه للكلينيك مع الربعه هبطتوه داخل برجو والله الا كتقول لك مرتو طلعت الكاياس كيهضر مع الفرامنيه وكيضحك معاهم وناشط وطلع راسو السيد ما عندنا كيعاني من حتى شي حاجه يديروا لنا كيعاني من شي حاجه ولا يقولوا لنا راه في كورونا ولا شي تخربيقه راه ما كاينش هذا الشيء
عنده كيس في الكبده فوق الكبده في ديك الهبيله بين الكبده على حسب السكانير اللي دار ليه فقط ما كاينش خطوره ديالو كيطيح مره كيغيب قالوا نحيدوا لي راه ولادو دخلوا من اسبانيا باش يحيدوا هذه المساله ما يبقاش باهم كيتخف بحال هكا جابوه باش يدير ما تفاهموش كاع الثمن اللي طلبوا ليه من الملايين عطاوهم ليهم قالوا على اساس ماشي مشكل حنا غنشريو بانا بالفلوس الا قدرنا نشريو كنتسناو حتى كيقول لنا لا دخلوه جينا دابا كنتسناو طب يطلع قال لنا لا راه مات اواه راه لا يصدق هادشي راه لا يصدق راه لا يقبله العقل نهائيا حنا دابا كنطالبوا ان ما غناخذوش الجثه غنديروا الاجراءات اللازمه غنتبعوا المسطره القضائيه والقانونيه وغنشوفوا واش كاين شي خطا طبي ولا ما كاينش خطا طبي الا كان خطا طبي غيتابعوا الموت حق حنا ما كنقولوا حتى مشكل ما عندناش المساله في النقاش فيها لكل اجل كتاب الموت واحد والاسباب متعدده